أحب لله وأبغض لله وأعطى لله ومنع لله. فقير بده مال، جايب عم يشحب بده مال، لكن شبيب سيكارة منعته لله، لما دام عم تشرب سيكارة أنا ما بدفع لك لأنك عم تصرفها في حرام، وأنا ما برضى قرشي ينصرف في حرام. عم بقرأ بعض الصالحين كان عنده حمار، الداية نزل الحمار حتى يبيعه، فأجا واحد اشترى، قال له شلون؟ قال له خلنج، يعني ما في ولا دفع له القيمة، أخذوا للبيت حط له أكل ما شرب، ما أكل، حط له شرب ما شرب، عشية ما أكل، ثاني يوم ما أكل. قال لك هذا صالح وشيخ وغشني، حمار ما بياكل ولا عم يشرب. رجع لعند صاحبه قال له انت غشيتني، قال له لا والله ما غشيتك، قال له حمارك ما عم ياكل، شلون ما عم ياكل؟ فوته الصالح على الطوالة حط له الاكل، اكل، قال له عم ياكل، قال له والله عندي ما اكل، قال له انت شو بتشتغل؟ طلع بيشتغل بالحرام، قال له حماري معود على اكل الحلال ما بياكل حرام، ابنك معود عم ياخذ مال عم يروح يلعب بالقمار، فاذا منعته تاديبا له لانه عم يعمل معصيه فهذا المنع لله. قال فقد استكمل الايمان، هذا اكمل الايمان. والله اذا كمال الايمان بهالاربعه، اعطى لله، احب لله، وابغض لله، واعطى لله، ومنع لله، فقد استكمل الايمان. الله تعال، الله يرضى عليك، تعال روح عبينا هالابريء وتعال. اعطاها 100 ليره زكاه الفطر، هي 100 ليره اجره، هي لا تعتبر زكاه فطر، هي تعتبر اجره. شغلته قلت له نظف لنا قدام البيت، كنس لك قدام البيت، اعطيته 100 ليره، هي اجره، هي لا تعتبر زكاه ولا تعتبر صدقه، تعتبر اجر. اما الصدقه ان تدفعها للفقير خالصه لله، لا تريد منه اجر ولا جزاء ولا عمل ولا مدح ولا لذلك قالوا رضي الله عنه لو ان انسانا تصدق بصدقه وطلب من الفقير الدعاء كانت صدقته مقابل الدعاء، لا تعتبر صدقه، لا تعتبر، اي مقابل الدعاء ما لك فيها اجر، تدفع لله. ستنا عائشه لما كان واحد يدعي لها لما تعطي شو كانت؟ تدعي له نفس الدعوه، يقول له الله يعوض عليك، تقول له الله يعوض عليك، الله يخلي لنا اياك، تقول له الله يخلي لنا اياك، الله يبارك لك في رزقك، تقول له الله يبارك لك في رزقك. قالوا له يا امي يا عم تدعي له نفس الدعوه ليه؟ قالت دعوه بدعوه هي مقابل هي، وصدقه عند الله باقيه. هذا الفقه يا ابي، هذا فقه. اما نعطيه ودعي لنا فدائما العمل ان يكون لله.